نريد لبنان ملتقى وفاق عربي. الثالثة بعد الظهر بتوقيت بيروت، تتابعون من الميدان من تلفزيون المستقبل. وفي العناوين: العقد في طريقها إلى الحل والتشكيلة الحكومية قريبة إذا صحت التوقعات. العاصفة سوزي تسيطر على لبنان، الثلوج تقطع الطرق الجبلية والمياه تغرق السواحل. خلافات النظام السوري وحلفائه ترجئ إجلاء المدنيين من أحياء حلب الشرقية. وفي النشرة تتابعون في الرياضة: ميسي يحقق حلم الطفل الأفغاني مرتضى في الدوحة. أهلا بكم. كل المؤشرات تدل على أن إعلان التشكيلة الحكومية بات قريبا، إذ أن التعقيدات سلكت طريقها إلى الحل، وقد يكون اللقاء المرتقب في القصر الجمهوري بعد ظهر اليوم بين الرئيس المكلف تشكيل الحكومة سعد الحريري ورئيس الجمهورية ميشيل عون مفصليا لناحية شكل الحكومة الذي ما زال يتأرجح بين 24 و30 وزيرا. كيف هي الأجواء في قصر عبده؟ ننتقل مباشرة إلى هناك مع الزميلة شهير إدريس. شهير، ماذا في المعلومات من قصر عبده حول ولادة الحكومة، وأيضا ماذا في لقاءات رئيس الجمهورية؟ سلمان، المؤشرات التي تحدثت عنها هي فقط رهن باللقاء الذي سيعقد قرابة الرابعة إذا صح القول، يعني مع وصول الرئيس المكلف سعد الحريري إلى بعبدة ولقائه رئيس الجمهورية العماد ميشيل عون، والبحث طبعا في صيغة ما قد يحملها الرئيس سعد الحريري إلى قصر بعبدة بعد انقطاع دام تقريبا 10 أيام عن آخر لقاء حصل بين الرئيس عون والرئيس الحريري. هذه الصيغة التي قد تتأرجح بين 30 وزيرا و24 وزيرا، إلا أن المعلومات تشير إلى أن الرئيس الحريري سيحمل صيغة واحدة مؤلفة من 24 وزيرا، لكن يعني بحسب الاتصالات والمشاورات مع الرئيس عون قد تزيد هذه النسبة، وقد يتم الاتفاق على التشكيلة من 30 وزيرا، لكن يعني هنا بحسب المصادر المطلعة أن المراسيم لن تنجز بعد، وأنه ليس هناك يعني توقعات بإعلان الحكومة اليوم، لكن كل ذلك رهن بما سيحصل بين الرجلين اليوم خلال هذا اللقاء المرتقب بعد قليل من الآن. لكن طبعا المعلومات أيضا تشير إلى أن هناك يعني لغط حول بعض الأسماء، لا سيما وزارة الدفاع هي يعني المكون أساسي أيضا، و حول مشاورات جرت ليل أمس بخصوص حلحلة العقد يعني التعقيدات التي حصلت على موضوع تشكيل الحكومة. نحن كما أنت أيضا بالانتظار حصول اللقاء، وطبعا سنبقى معكم بأي جديد حول هذا الاجتماع الذي سيحصل في بعبدة. لكن كان الرئيس عون قد التقى صباح هذا اليوم بالمدير العام لمنظمة الفاو غراديانو دا سيلفا بحضور وزير الزراعة أكرم شيب، كما جرى البحث في موضوع فتح مكتب إقليمي للفاو في بيروت، وأعرب الرئيس عون عن تقدير القرار هذا للفاو، وأشار إلى أن الأمن الغذائي مهم جدا، وهو سوف يعتمد طبعا بالتعاون مع الحكومة الجديدة الحفاظ على الثروة السمكية والحرجية. كما تمنى الرئيس عون المساعدة في الرعاية التي تقدمها الفاو للنازحين السوريين. وزار دا سيلفا أيضا السيدة الأولى نادية عون، وبحث معها في موضوع مشروع إطلاق لبنان الأخضر لتشجير وحماية الثروة الحرجية والورود في لبنان. كان الرئيس عون كذلك التقى رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي جون فهد، وعرض معه أوضاع السجون وكذلك أوضاع القضاء بشكل عام. كما التقى الوزير السابق شكيب أرطباوي وبحث معه الأوضاع العامة، إضافة إلى أن من زوار بعبدة المطران أنيس أبي عاد الراعي السابق لأبرشية المارونية في حلب. وأبرق كذلك الرئيس عون لملك البحرين الشيخ حمد بن عيسى الخليفة مهنئا بالعيد الوطني للمملكة. إذن هذه هي جولة
اللقاءات التي حصلت في قصر بعبدة اليوم بانتظار اللقاء الذي سيجري بين الرئيس عون والرئيس الحريري، وطبعا سنطلعكم على أي جديد حول هذا الأمر. سلمان، شكرا لك شهير، كنت معنا من قصر بعبدة، وطبعا كما ذكرت سنعود إليك في أي جديد. أصدر المكتب الإعلامي للرئيس سعد الحريري بيانا قال فيه أن بعض وسائل الإعلام تداولت خبرا يزعم أن اجتماعا عقد في بيت الوسط وضم الوزير جبران باسيل وسيد وفيق صفا إلى الرئيس الحريري ومدير مكتبه السيد نادر الحريري للبحث في التشكيلة الحكومية. وقد أكد المكتب الإعلامي للرئيس الحريري أن أي لقاء من هذا النوع لم يعقد لا في بيت الوسط ولا خارجه، وأن الخبر المزعوم هو بالتالي مختلق ولا أساس له من الصحة. وفي بيت الوسط استقبل الرئيس المكلف سعد الحريري وزير الصحة وائل أبو فعور والنائب مروان حمادي، وجرى عرض لآخر التطورات السياسية. ثم التقى الرئيس الحريري سفيرة الاتحاد الأوروبي كريستينا لاسن وبحث معها العلاقة بين لبنان ودول الاتحاد والأوضاع في لبنان والمنطقة. وفي تعليقه على المحادثات الجارية من أجل إخراج التشكيلة الحكومية قال رئيس اللقاء الديمقراطي النائب وليد جملاط في دائرة 30 تستكمل الحلقة حلقة الممانعة والممانعة المضادة، وهذا يعني استكمال حلقة التنوع بوجود الديمقراطي والقومي والكتائبي لتحصين القلعة اللبنانية وسط تلك الرمال المتحركة. وعبر حسابه على تويتر أضاف جملاط أفضل طريقة لاصطياد الوزارة هي العودة إلى الصيغة القديمة مع حصة وازنة للمرد والقوات، ولكن مع التذكير بأن اللقاء الديمقراطي ليس حبة سردين ولا حوت كالبعض. وتابع جملاط العدلية تتطلب زنودا خاصة تراعي مثلا المواصلات غير الشرعية والتهريب الموضوعي، لذا لا نرغب المس بالأمن القومي الخاص ولا الاقتصاد الموازي، القناعة كنز لا يفنى. وختم جملاط تغريداته قائلا عذرا على إنهاء الحديث فقد أتت إشارة التسلق. وبالتزامن أكد رئيس مجلس النواب نبيه بري أن لا مبرر لتأخير إعلان الحكومة. وفي لقاء الأربعاء النيابي قال الرئيس بري إنه قدم كل التسهيلات لتشكيل الحكومة ويجب أن تشكل وتتفرغ لقانون الانتخاب على أساس النسبية. وبشأن قانون الانتخاب العتيد أعرب بري عن انسجامه التام مع التيار الوطني الحر لجهة اعتماد النسبية وتقسيم الدوائر دائرة واحدة أو 13، وقال إن العودة إلى قانون 60 كالضرب بالميت وضرب الميت حرام، مشيرا إلى أن تداعيات هذا القانون نراها الآن من خلال تأليف الحكومة. يواصل التيار الوطني الحر جولته على القوى السياسية للدفع باتجاه إقرار قانون انتخابي جديد، ويزور بعد ظهر اليوم النائب وليد جملاط بعدما كان قد زار وفد منه وضم النواب ألاعون وزياد أسود ووليد خوري ابن نشعي، حيث التقى رئيس تيار المردة النائب سليمان فرنجي وبحث معه في المرحلة المقبلة والعلاقة بين الطرفين. النائب ألاعون أكد أن التيار والمردة متفقان على القانون النسبي، مشددا على أهمية ترميم العلاقة بينهما بعدما طالتها بعض الشوائب في أعقاب الاستحقاق الرئاسي. نحن وياهن نلتقي على قانون نسبية، دعم لقانون قائم على أساس النسبية الكاملة، يلي بنعتبر نحن وياهن أيضا أنه يعني هذا القانون الأمثل الذي يمكن أن يمثل كل الشرائح السياسية والطائفية والتعددية اللبنانية كلها بتتمثل من خلال القانون. وهني أيضا هون في الشمال وفي زغرتا وفي كل المناطق بالعكس مؤيدين لهيدا القانون يلي بيحفظ هذا التنوع. وما في شك انه اكيد استطرادا صار في كلام ب يعني الشوائب يلي تطال العلاقه حاليا بيننا وبين تيار المردة. هناك وصل مشترك كثير، نحن والمردة معروف انه كنا اصلا تكتل واحد، ورغم كل اللي صار وما لازم نكون اليوم يعني يعني لازم بملاحظة ما نقدر نطوي الصفحة وننتقل إلى علاقة مختلفة، إلى علاقة سليمة أكثر. اليوم صفحة رئاسة الجمهورية انطوت، نحن جايين على هلأ استحقاق حكومة ورح يلحقوا استحقاق انتخابات نيابية. يعني المفروض أنه كلنا نتطلع إلى المستقبل القريب والأبعد ونرى فيه إمكانيات تعاون وتفاهمات لا تستثني أحد.
وبهدف إقرار قانون جديد للانتخابات النيابية، التقى وفد من التيار الوطني الحر برئاسة النائب إبراهيم كنعان أيضا قيادة الحزب السوري القومي الاجتماعي، كما زار الوفد مقر حزب الطشناق. نفت الدائرة الإعلامية في القوات اللبنانية ما دأبت بعض وسائل الإعلام على نشره ويتصل بفيتو للقوات على توزير حزب الكتائب اللبنانية، وأكدت أن كل مسار تأليف الحكومة دل على ثابتة أساسية وهي السعي الحثيث لقطع علاقة القوات بحلفائها، وذلك تارة مع التيار الوطني الحر وطورا مع الكتائب ودائما مع تيار المستقبل. ولفتت الدائرة إلى أنه على الرغم حرص القوات اللبنانية على تشكيلة حكومية متوازنة وطنيا ومنتجة حكوميا، إلا أن الحيز الأكبر من اهتمامها تركز على وضعها داخل الحكومة في ظل الحرب المنهجية التي شنت ضدها في محاولة إن لإحراجها فإخراجها أو لتقليص حضورها. على خط آخر، نفى المكتب الإعلامي لوزير الداخلية نهاد المشنوق ما نشره موقع أورينت نيوز، وادعى فيه أن تواصلا حصل بين الوزير المشنوق ورئيس مكتب الأمن القومي في النظام السوري اللواء علي المملوك بشكل غير مباشر عبر المخابرات المصرية، ثم بشكل مباشر عبر المدعو العميد سامي بريدي. وزعم الخبر أن المشنوق والمملوك بحثا خططا لإجراء إبعاد قسري للاجئين السوريين من لبنان باتجاه سوريا. وأكد المكتب أن الوزير المشنوق لم ولن يلتقي أي من المسؤولين النظام السوري، لا سيما في هذه الأيام التي يبلل هذا النظام يديه بدماء أهل حلب الأبرياء وينفذ مجزرة العصر بحق آلاف المدنيين العزل، إضافة إلى أن موقف الوزير المشنوق وموقف تياره السياسي تجاه الشعب السوري معروف وثابت في انحيازه إلى خيارات الشعب السوري وليس إلى النظام. كما استغرب المكتب الإعلامي الزجة باسم الوزير المشنوق في خبر كهذا، خصوصا في وسيلة إعلامية عرف عنها انحيازها إلى جانب الثورة السورية. وأضاف: لا يخفى على أحد أن هذا الخبر هو جزء من حملة كانت قد بدأت أمس بتسويق أخبار كاذبة عن الوزير المشنوق في عدد من المواقع الإلكترونية وتنقصها الصحة والدقة والمسؤولية. في أحوال الطقس، العاصفة سوزي تغادر لبنان مساء اليوم بعدما خلفت وراءها أضرارا في المناطق الساحلية وغطت المناطق ما فوق 1000 متر بالثلوج. اسمها سوزي، العاصفة المتمثلة بالمنخفض الجوي الذي يضرب لبنان مصحوبا برياح قوية بلغت سرعتها 70 كيلومترا في الساعة وأمطار غزيرة. هذا على الساحل الذي شلت الحركة فيه، خصوصا في صيدا التي غمرت السيول الطرقات، لا سيما مدخل الأستراد الجنوبي عند جسر صنيق بعد تكون بركة كبيرة جراء انسداد مجاري الصرف الصحي بكميات من الرمول عملت فرق الطوارئ التابعة لبلدية صيدا على إعادة فتحها. أما حركتا الملاحة والصيد البحري فشلت في مرفأ المدينة بعدما اجتاحت الأنواء العالية رصيفها. في عكار وقع المزارعون واللاجئون السوريون ضحية سوزي، فقبضة العاصفة على ساحلها اشتدت وغمرت مياهها خيم اللاجئين الذين بات معظمهم ليلته في العراء. أما البيوت البلاستيكية فاقتلعتها الرياح العاتية مخلفة خسائر فادحة في المحاصيل الزراعية وتحديدا في بلدة كفر ملكي. تخيل أي درجة أنه نحن عاملينها كلها بالدين، يعني تخيل أنه تشكات بقيمة أكثر من 60-70 ألف دولار كلها تشكات بالبنوكي، وتقريبا بأول راس سنة ببلش استحقاق التشكات. تخيل يعني أنه أنا بوجه ندائي لرئيس الجمهورية ولرئيس الحكومة ولسعد الحريري وللكل، يعني كل المسؤولين أنه ينظروا بشعب، ينظروا بهالشعب المزارعين بعكار كلهم تقريبا. المناطق التي تقع على ارتفاع 1000 متر وما فوق غطاها اللحاف الأبيض، وأصبحت الطرقات الجبلية سالكة للسيارات الرباعية الدفع والمجهزة بسلاسل معدنية كطريق دهر البيدر، فيما وقطعت طريق معاصر الشوف كفرية وعملت جرافات تابعة للبلديات بفتح الطرق الرئيسية والداخلية في القرى المرتفعة، كما انكب الأهالي على تأمين احتياجاتهم من مواد غذائية ومازوت خوفا من اشتداد العاصفة. طريق كفر دبيان الحدث قطعت بسبب تراكم الثلوج، فيما طريق ترشيش زحلي بقيت سالكة للسيارات ذات الدفع الرباعي والمجهزة بسلاسل معدنية، فيما تساقطت حبات برد كثيفة في منطقة مكسي بشتورة.
وجراء العاصفة أيضا أصيبت طائرة تابعة لشركة الخطوط الجوية العراقية كانت آتية من بغداد إلى بيروت بعطل فني نتيجة تعرضها لصاعقة، إلا أنها استطاعت الهبوط بسلام في مطار رفيق الحرير الدولي. هذا وقد تم إلغاء الرحلة التي كانت مفترضة على متن هذه الطائرة من بيروت إلى بغداد، وذلك حتى يتم إصلاح العطل وإرسال طائرة بديلة. وتتابعونا في النشرة بعد الفاصل. خادم الحرمين الشريفين يؤكد أن أمن اليمن من أمن المملكة. أهلا بكم من جديد. تأجلت عملية إجلاء المدنيين من أحياء حلب الشرقية إلى موعد لم يحدد بعد بسبب الخلافات بين ضباط من الجيش الروسي ونظرائهم في جيش النظام السوري، بالإضافة إلى ضغط إيراني، فيما تحدثت موسكو عن إجلاء أكثر من 6000 شخص خلال الساعات الماضية. بعد تأخير تنفيذ الاتفاق الروسي التركي الذي يقضي بخروج المدنيين ومقاتلي المعارضة من أحياء حلب الشرقية، استأنف النظام السوري قصفه على ما تبقى من أحياء تحت سيطرة المعارضة. وأفاد ناشطون بأن القصف طاول أجزاء من صلاح الدين والزبدي وسيف الدولة والعامري والمشهد والأنصاري والسكري. ورد المرصد السوري لحقوق الإنسان سبب تأخير تنفيذ الاتفاق إلى رغبة النظام في توصيل رسالة إلى روسيا تعبر عن رفض وامتعاض من الاتفاق من قبل موسكو من دون الحصول على موافقة مسبقة. أما السبب الآخر فيعود إلى أن النظام كان عازما على حسم عسكريا من دون السماح لأي مقاتل أو مدني بالخروج من المنطقة، حيث أكد معارضون أيضا أن الميليشيات الإيرانية منعت المدنيين من الخروج. والسبب الثالث والذي يعد الأهم هو أن إيران تريد عمليات إجلاء متزامنة لمصابين من قريتي الفوع وكفرية اللتين تحاصرهما المعارضة في إدلب. كما كشفت مصادر أن التأجيل جاء لغياب جهة محايدة تشرف على خروج المدنيين من الأحياء المحاصرة، كون المدنيين سيخرجون عبر مناطق سيطرة النظام السوري في مدينة حلب. وتأخرت عملية إجلاء المدنيين والمقاتلين من شرق حلب بعدما كان من المقرر أن تبدأ فجر الأربعاء بموجب اتفاق تم التوصل إليه الثلاثاء، وركنت الحافلات على طريق العام عند جسر الحج في حلب بانتظار إخراج المدنيين باتجاه الراموسة والراشدين في ريف حلب الغربي. وشوهد الأهالي وهم يحرقون أشياء لا يستطيعون حملها معهم مثل الثور والكتب والملابس بل وحتى السيارات، وذلك لخشيتهم من أعمال نهب من جانب كتائب الأسد والميليشيات الموالية. هذا وأعلنت روسيا أن 6000 مدني و366 مقاتلا خرجوا من حلب خلال الساعات الماضية، إلا أن المعارضة نفت هذا الأمر نفيا قاطعا. أما في إطار عملية درع الفرات المدعومة من تركيا، فتواصلت المواجهات بين الجيش الحر وتنظيم داعش قرب مدينة الباب في ريف حلب بعد محاولة التنظيم التقدم في المواقع التي سيطرت عليها المعارضة في الآونة الأخيرة. إلى ذلك اعتبرت روسيا أن حوارها مع الولايات المتحدة الأمريكية بشأن سوريا عديم الجدوى، فيما اتهمت تركيا النظام السوري ودعميه بعرقلة الاتفاق التركي الروسي لوقف إطلاق النار وإجلاء المدنيين من حلب. واليوم يعقد مجلس جماعة الدول العربية جلسة طارئة له على مستوى المندوبين بطلب من قطر لمناقشة الأوضاع في حلب. نعي جديد للمفاوضات الروسية الأمريكية بشأن حلب عبر عنه هذه المرة وزير الخارجية الروسية سيرجي لافروف الذي وصفها بأنها عديمة الجدوى. لافروف الذي أشار إلى أن التعاون مع تركيا بشأن سوريا يمكن أن يكون أكثر فعالية أمل في تسوية الوضع في شرق حلب خلال يومين أو ثلاثة. أما وزير الخارجية التركية مولود جويش أوغلو الذي ناقش الأوضاع في حلب خلال اتصال هاتفي مع نظيره الإيراني محمد جواد ظريف، فاتهم النظام السوري وداعميه بأنهم يحاولون عرقلة الاتفاق التركي الروسي الذي تم التوصل إليه بشأن وقف إطلاق النار وإجلاء المدنيين من حلب. بدوره قال وزير الخارجية الفرنسية جان مارك إيرول إن هناك تشويشا يحيط بعملية إجلاء المدنيين ومقاتلي المعارضة من شرق حلب، الأمر الذي يظهر ضرورة وجود مراقبين أمميين على الأرض لإدارة العملية، كما ينبغي أن تتدخل منظمات إنسانية مثل الصليب الأحمر.
وعلى وقع المواقف السياسية والحراك الدبلوماسي لإنهاء مأساة حلب، شهدت مدن عدة في المنطقة والعالم تظاهرات نددت بالهجوم الشرس على المدنيين في حلب. وفي هذا الإطار تجمع الآلاف أمام السفارة والقنصلية الروسية في اسطنبول، كما شهدت مدينتان نيويورك الأمريكية ولندن البريطانية مسيرات احتجاجية رفعت خلالها أعلام الثورة السورية ولافتات تندد بمجازر حلب وتدعو لمحاسبة مرتكبيها. وكان مجلس الأمن الدولي عقد جلسة طارئة الليلة الماضية بشأن حلب، شهدت تراشقا كلاميا بين مندوبي الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا. وقد حض الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون النظام السوري وحلفائه على السماح بإجلاء ما تبقى من مدنيين من حلب وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية. محرقة حلب استدعت اجتماعا طارئا لمجلس الأمن الدولي في نيويورك بدعوة من فرنسا. في بداية الجلسة اتهم الأمين العام للأمم المتحدة المنتهية ولايته بان كيمون النظام السوري وحلفائه وخصوصا روسيا وإيران، اتهمهم بالسعي لإنهاء الصراع عبر تحقيق انتصار عسكري شامل لا هوادة فيه، داعيا إياهم جميعا إلى السماح بشكل عاجل للمدنيين المتبقين بالفرار من حلب وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية. من جانبه أكد السفير الفرنسي لدى الأمم المتحدة فرانسوا دولاتر أن الطرق البربرية التي يعتمدها نظام الأسد مع شعبه غير مقبولة، داعيا إلى وضع حد لحمام الدم في حلب. السفيرة الأمريكية سامانتا باور التي طالبت بنشر مراقبين دوليين حياديين في حلب للإشراف على إجلاء المدنيين بأمان، شنت هجوما لاذعا على النظام وحلفائه. ثلاث من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة ترتكب المجازر ضد الشعب السوري، نظام الأسد وروسيا وإيران. العار عليكم جميعا، ألا تشعرون بالعار؟ هم يخفون الفظائع والمذابح التي يرتكبونها في حلب، ولكن سيأتي يوم تتم فيه محاسبتهم. الرد جاء سريعا من نظيرها الروسي فيتالي تشوركن الذي توجه إلى باور ساخرا: هل أنت الأم تريزا؟ تذكري تاريخ وسجل بلدك، أنت تتحدثين وكأنك تمتلكين الأرضية الأخلاقية. كما لم يوفر تشوركين الأمين العام للمنظمة الدولية بان كيمون، فاتهمه بالسعي لترويج تلفيقات بشأن الوضع الإنساني شرق حلب. أما مندوب النظام السوري بشار الجعفري فزعم أن التقارير عن حصول انتهاكات في حلب مفبركة، كما أنه حاول تضليل مجلس الأمن عندما عرض صورة ادعى أنها تظهر أحد جنود النظام جاثيا على ركبتيه لجعل ظهره جسرا تعبر عليه امرأة نزحت من أحياء حلب الشرقية، ليتبين لاحقا أن الصورة التقطت قبل أشهر عدة في الفلوجة وتعود لمقاتل في ميليشيا الحشد الشعبي العراقية. افتتح خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز أعمال السنة الأولى من الدورة السابعة لمجلس الشورى السعودي في مقر المجلس بالرياض. وفي كلمة له أكد العاهل السعودي أن المملكة ستواجه كل من يدعو للتطرف أو الغلو في الدين، مجددا دعم المملكة لأي حل سياسي للأزمات الدولية. كما أكد خادم الحرمين أن أمن المملكة أن أمن اليمن من أمن المملكة، ولن نسمح لأحد بالتدخل في شؤونه الداخلية. ولن نسمح لكائن من كان من التنظيمات الإرهابية ومن يقف وراها أن يستغل أبناء شعبنا لتحقيق أهداف مشبوهة في بلادنا أو في العالمين العربي والإسلامي. ورغم ما تمر منطقتنا من مآسي وقتل وجهاجيل، إلا أنني متفائل بغد أفضل إن شاء الله. بالنسبة لليمن الشقيق، فنحن في المملكة نرى أن أمن اليمن أمن الجار العزيز من أمن المملكة، ولنقبل بأي تدخل في شؤونه الداخلية أو ما يؤثر على الشرعية فيه أو يجعله مقرًا ممرًا لأي دول أو جهات تستهدف أمن المملكة والمنطقة والنيل من استقرارها. ونأمل نجاح مسار المتحدة في الوصول إلى حل سياسي اليمن وفقا لكرامة الأمن رقم 2216 والمبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني باليمن. سنستمر بالأخذ من أجل التعاون مع المجتمع الدولي لتحقيق السلام العالمي وتعزيز التفاعل مع الشعوب لترسيخ قيم التسامح والتعايش المشترك
ونرى أن خيار الحل السياسي للأزمات الدولية هو الأمثل لتحقيق تطلعات الشعوب نحو السلام. وتتابعون في الأخبار المحلية بعد الفاصل. تحضيرات لموسم التزلج في لبنان. أهلا بكم من جديد إلى نشرة من الميدان وقد تابعتم فيها. العقد في طريقها إلى الحل والتشكيلة الحكومية قريبة. العاصفة سوزي تسيطر على لبنان، ثلوج وأمطار وانخفاض بدرجات الحرارة. خلافات النظام السوري وحلفائه ترجئ إجلاء المدنيين من أحياء حلب الشرقية. ترأس وزير السياحة ميشيل فرعون اجتماع لجنة التزلج والتي تضم ممثلين عن كل من وزيري الداخلية والبلديات والأشغال وأصحاب مراكز التزلج في لبنان ومسؤولين في الصليب الأحمر، إضافة إلى أعضاء من اتحاد التزلج ورؤساء البلديات المعنيين بهذا الموسم. وقد جرى التداول في الإجراءات اللازمة لإنجاح موسم التزلج الذي سيبدأ نهاية هذا الأسبوع، ومنها تكثيف الرقابة على المصاعد الكهربائية في الحلبات حفاظا على سلامة المتزلجين وضرورة تواجد المسعفين وكيفية حل أزمة السير في الطرقات المؤدية إلى مواقع التزلج. فرعون أمل في أن تكون فترة الأعياد فترة إنعاش سياحي. من الواضح بعد العاصفة رح نقدر نفتح المحطة إن شاء الله بهاليومين. بنفس الوقت الحجوزات بالطيران يعني مليانة، وفي طيارات إضافية، رحلات إضافية، الأوتيلات حول المحطات كمان تقريبا 90%، وكمان ببيروت في حجوزات مهمة للأوتيلات، وحتى أجار السيارات يعني عم بيكون ب 80%. في المصيدبي استقبل رئيس حكومة تصريف الأعمال تمام سلام السفير البريطاني في لبنان هيوغ تشارتر، وجرى بحث في التطورات والعلاقات الثنائية بين البلدين. من دار الفتوى أكد السفير المصري في لبنان نزيه النجاري أن مصر مهتمة باستقرار لبنان والعمل المؤسساتي فيه بعد تشكيل الحكومة. الأوضاع في لبنان والمنطقة عرضها مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف داريان مع السفير المصري في بيروت نزيه النجاري، الذي لفت إلى أن لبنان مقبل على مرحلة جديدة. هناك تشكيل وشيك للحكومة إن شاء الله، ويهمنا أن تمضي الأمور في اتجاه الاستقرار والعمل المؤسسي في لبنان، وبالتأكيد لسماحة المفتي ولدار الإفتاء دور مهم على الساحة اللبنانية في هذا السياق، ومن هنا التشاور الدائم. المجازر الحاصلة في حلب حضرت في لقاء المفتي داريان رئيس حزب السلام روجيه إدي، الذي أشار إلى أن ما يحصل غير مقبول إنسانيا، والعرب بطوائفهم كافة يتحملون المسؤولية. ومن زوار دار الفتوى وفد اتحاد المنظمات الأهلية في العالم الإسلامي برئاسة الأمين العام للاتحاد علي كورت، الذي قدم للمفتي درع الاتحاد في حضور المدير العام لصندوق الزكاة في لبنان الشيخ زهير كبي. ادعى مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر على 11 شخصا وبينهم 9 موقوفين كان ألقي القبض عليهم في مسجد العنجر في جرم الانتماء إلى تنظيم كتائب عبد الله عزام الإرهابي المسلح، وذلك بهدف القيام بأعمال إرهابية وتأمين أموال وصواريخ ومتفجرات وأسلحة وأجهزة إلكترونية لصالح التنظيم. وقد أحالهم صقر إلى قاضي التحقيق العسكري الأول رياض أبو غيدة. في النشر أيضا بعد الفاصل. البرلمان الفرنسي يمدد حالة طوارئ حتى 15 من تموز المقبل. أهلا بكم من جديد إلى هذه النشرة. نفت القوات العراقية وجود بطء في عمليات الموصل، بل هناك مقاومة عنيفة من قبل عناصر تنظيم داعش الذين يستخدمون الأنفاق خلال المعارك. أعلنت مصادر عسكرية عراقية أن لا بطء في عمليات الموصل وأن المعركة تحتاج إلى أشهر.
وأوضح قادة عراقيون أن التقدم تباطأ بسبب المقاومة العنيفة لمتشددي تنظيم داعش الذين يستخدمون شبكة أنفاق تحت النصف الشرقي من المدينة ويستغلون أكثر من 1,000,000 مدني كدروع بشرية. وأفادت مصادر عسكرية عراقية باستعادة جهاز مكافحة الإرهاب السيطرة على منطقة الصناعية وحيي النور والفلاح شرق الموصل. وأضافت المصادر أن استعدادا تجرى للهجوم على منطقة باب شمس أول المداخل باتجاه منطقة النبي يونس. وفي بغداد انفجرت عبوة ناسفة في منطقة الكرادة بالقرب من دائرة شرطة مرور الرصافة. هذا وأحبط طيران التحالف الدولي هجوما لتنظيم داعش على القوات العراقية في مدينة الموصل. وأعلن مصدر أمني أن غارة لطيران التحالف الدولي دمرت عجلتين مفخختين في حي الوحدة جنوب شرقي مدينة الموصل أعدهما تنظيم داعش الإرهابي للهجوم على قوات الفرقة التاسعة. أما سياسيا فأعلن رئيس التحالف الوطني الشيعي عمار الحكيم تأييد إيران لمبادرة التسوية السياسية الخاصة بإنهاء الأزمات السياسية في بلاده لمرحلة ما بعد القضاء على تنظيم داعش. وبدأ الحكيم الذي يشرف على مبادرة التسوية السبت الماضي زيارة إلى طهران على رأس وفد التقى خلالها بالمرشد الأعلى علي خامنئي والرئيس الإيراني حسن روحاني. وافق النواب الفرنسيون بغالبية 228 صوتا مقابل 32 على تمديد حال الطوارئ السارية منذ أكثر من عام، وذلك لغاية 15 من تموز المقبل، أي لما بعد الانتخابات الرئاسية والتشريعية. وهذا التمديد هو الخامس من نوعه منذ أعلان الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند حال الطوارئ في البلاد إثر هجمات باريس في تشرين الثاني من العام الماضي. ولا يزال قرار التمديد بحاجة لموافقة مجلس الشيوخ قبل 22 من الشهر الجاري تاريخ انتهاء سريان حال الطوارئ بموجب التشريع السابق. توفي الفنان المصري أحمد راتب عن 67 عاما جراء أزمة قلبية مفاجئة على أن يشيع بعد ظهر اليوم في مدينة 6 أكتوبر في القاهرة. أحمد راتب الذي اشتهر بأدواره الكوميدية في السينما والمسرح والتلفزيون بقي يعمل حتى اللحظات الأخيرة من حياته، حيث أنه تعرض للأزمة الصحية الأخيرة بالتزامن مع عرض مسرحيته بيت السلطات، كما أنه كان يصور مسلسلين جديدين. ومساء أمس أيضا غيب الموت الفنانة المصرية زبيدة ثروت عن 76 عاما بعد صراع مع المرض. ثروت كانت قد بدأت العمل في السينما في العام 56، ومنذ ذلك الحين اشتهرت ببطولة عدد من الأفلام الرومانسية إلى جانب عدد من أبرز نجوم السينما المصرية. عرفت زبيدة ثروت بلون عينيها المميز ما جعل البعض يطلق عليها لقب قطة السينما المصرية أو صاحبة أجمل عينين. وتتابعون في أخبار الرياضة بعد الفاصل. مدرب فريق مانشستر سيتي غوارديولا في ورطة. أهلا بكم من جديد، والآن إلى أخبار الرياضة مع زميلة هبة زيدان. مساء الخير. انتهت المواجهة الودية اللي استضافتها قطر بين برشلونة الإسباني والأهلي السعودي بفوز البارسا بنتيجة 5-3 على استاد ثاني بن جاسم بنادي الغرافة. وأقيمت المباراة بمناسبة انتهاء الشراكة الإعلانية بين برشلونة والخطوط الجوية القطرية يلي راعت النادي الكتالوني لأربع سنين، لكن الأخير قرر التعاون مع شركة راكوتن اليابانية الرائدة عالميا بمجال التجارة الإلكترونية والاتصالات والمحتويات الرقمية وتكنولوجيا المعلومات للخدمات المالية للمستهلكين، وذلك بدءا من موسم 2017-2018. بالإطار نفسه حقق النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي بالدوحة مبارح حلم الطفل الأفغاني مرتضى أحمدي يلي عمره 6 سنين فقط، يلي اكتسب شهرة عالمية بعد انتشار صورته على الإنترنت وهو لابس كيس كتب عليه اسم نجم نادي برشلونة الإسباني. وتحولت قصة مرتضى وحلمه الكبير إلى مصدر إلهام للجنة العليا للمشاريع والإرث، وهو ما دفعها إلى اتخاذ قرار بإيجاده وتوفير الفرصة المناسبة لكي يلتقي بنجمه المفضل. اللجنة العليا ساعدت الطفل الأفغاني على تحقيق حلمه بقطر، حيث يتواجد فريق برشلونة للقاء الودي اللي صار امبارح إذن، وقد تم اختيار مرتضى ليكون من بين الأطفال يلي حيرافقوا اللاعبين لدخول أرضية الملعب وبطليعتهم ميسي.
وبعد لقاء ميسي قال مرتضى: أنا سعيد جدا لأنني التقيت أخيرا بطلي المفضل، كان الأمر بمثابة حلم بالنسبة لي، وأنا متشوق جدا لمشاهدة ميسي في المباراة، وستكون المرة الأولى بالنسبة لي أن أتواجد فيها داخل الملعب. أشاد النجم البولندي لنادي بايرن ميونخ الألماني روبرت ليفاندوفسكي بتجديد عقده مع الفريق البافاري حتى عام 2021 بعد سلسلة من المفاوضات بين اللاعب والنادي. ليفاندوفسكي قال: أنا سعيد حقا للبقاء هنا مع بايرن ميونخ، وسعيد برغبة الفريق بتمديد عقدي حتى عام 2021، وأضاف: لقد أعطاني النادي كل شيء لتحقيق أحلامي، ولا بد من توجيه الشكر لإدارة النادي ولجماهير الفريق على دعمي ومساندة طوال فترة تواجدي مع البايرن، وهناك تحديات جديدة أمامي مع الفريق، وذلك بعد تمديد عقدي. يرى الإسباني بيب غوارديولا مدرب فريق مانشستر سيتي أنه منه بمأمن من الإقالة بحال استمرت النتائج السيئة لفريقه، وقال غوارديولا في تصريحات نقلها موقع 442: في عالم كرة القدم لا وجود لما يسمى بالمشروع طويل الأجل، عليك الفوز ثم الفوز، إن لم يحدث ذلك فأنت في ورطة. وأضاف غوارديولا: لم يسبق أن تمت إقالتي، كما أنها المرة الأولى بحياتي التي لا أحقق فيها الفوز لمدة طويلة، أعتقد أن الموسم المقبل سيكون أفضل. بدي أذكر أنه مانشستر سيتي خسر بآخر مبارتين بالدوري أمام تشيلسي وليستر سيتي، كما أنه حقق الفوز بأربع مباريات فقط من أصل 10، حيث بيحتل حاليا المرتبة الرابعة ب 30 نقطة وبفارق 7 نقاط عن تشيلسي المتصدر. اعتبر قائد نادي برشلونة السابق الإسباني تشافي هرنانديز أنه نجم نادي ريال مدريد كريستيانو رونالدو لم يفز بجائزة الكرة الذهبية لأنه الأفضل في العالم، بل لأنه كان مع الفريق يلي فاز بأكبر عدد من البطولات. وأضاف تشافي أنه الأرجنتيني ليونيل ميسي هو الأفضل، على الرغم من أنه لم يفز مع فريقه بأكبر عدد من الألقاب خلال الموسم الماضي. وأشار تشافي أيضا إلى أنه تحدث مع ميسي في أكثر من مرة وهو سعيد جدا مع البارسا، إلا أنه لا يعرف ما هو قراره بشأن مستقبله. ختام نشرتنا الرياضية، شكرا للمتابعة وإلى اللقاء. وفي ختام النشرة هذا تذكير بالعناوين: العقد في طريقها إلى الحل، والتشكيلة الحكومية قريبة إذا صحت التوقعات. العاصفة سوزي تسيطر على لبنان، الثلوج تقطع الطرق الجبلية والمياه تغرق السواحل. خلافات النظام السوري وحلفائه ترجئ إجلاء المدنيين من أحياء حلب الشرقية. وتابعتم في الرياضة: ميسي يحقق حلم الطفل الأفغاني مرتضى في الدوحة. النشرة انتهت، ابقوا معنا في أي جديد، وتحديدا حول ما يتعلق بتشكيل الحكومة. إلى اللقاء. نريد لبنان ملتقى وفاق عربي.